ازيك يا روان؟ الحمد لله. زي حضرتك دكتورة أسنان وكمان مهتمة بعلاج السرطان، مش قادر أفهم. هو عامة أنا يعني بحس دايما إن أنا عندي واجب إن أنا لازم أساعد الناس دي بشتى الطرق، أي حاجة سواء معنوي أو مادي، أبني مؤسسة، أعمل أي حاجة بس إن أنا أساعدهم. أنا بحب أعمل الخير، وشايفة إن مجال علاج السرطان بصراحة يعني حاجة مهمة جدا، وأنا نفسي إن أنا أساعد فيه. لفت انتباهي قوي إن جيلكو مهتم جدا بالخير، دايما عايزين تعملوا خير وعايزين تساعدوا وعايزين، برافو، حاجة تدعو للفخر وحاجة تطمن بجد إن أنتوا هتقدروا تقدموا. لو كل واحد فيكم بيفكر في الخير وقدم، أكيد أكيد هيفرق مع بلدنا جدا. ربنا يوفقك يا روان. وحصل